محاولة جديدة لتكميم صوت الحقيقة نجا منها الصحفي بهاء الحلبي بعدما فشلت يد الغدر في اغتياله في مدينة الباب شمالي سوريا. بهاء الذي يعمل مراسلا لتلفزيون سوريا ومقره اسطنبول أصيب بطلقات نارية اخترقت كتفه وصدره ويده. يأتي استهداف الحلبي في وقت تتكرر فيه حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة تقودها مجموعات مجهولة لم يتم الكشف بعد عن أي منها. تابعوا معنا التقرير التالي بعده، نربط الاتصال مباشرة ببهاء الحلبي. 15 رصاصة حاولت إسكات صوت بهاء في وضح النهار وأمام منزله غدر به ملثمون مجهولون. بهاء الحلبي مراسل تلفزيون سوريا نجا من الاغتيال، لكن الرصاص اخترق صدره وكتفه ويده. كان معي صديقي، وصلته وتوجهت على بيتي، يعني ضليت تحت بيتي، ما في يعني ثواني القصة، ما حسيت إلا سمعت رصاص، حسيت نار قدامي، حسيت إنه أنا تعبت، يعني صار فيني، حسيت جسمي عم يتعرض لشي، يعني شفت النار عم تنطلق علي، شفت السلاح اللي انضرب علي، اشوفه يعني قدامي بالبلور. بهاء ابن مدينة الباب عمل مراسلا ومصورا حربيا، كان عينا للمكان في معارك الأحياء الشرقية في حلب بين قوات النظام والمعارضة. يعمل حاليا مراسلا ميدانيا لتلفزيون سوريا منذ عام 2018، الذي بدوره أدان محاولة الاغتيال، معتبرا أن ما حدث استهدافا للإعلاميين في الداخل السوري لمنعهم من نقل الأحداث على أرض الواقع. يعني ما فكروا أنه رح يهتموا أولاد صغار بأفكار مدري كيف عم يفكروها، الطلقات اللي عم يضربوها علي بلقم، ما فكروا أنه رح يهتموا طفلة عمرها 8 شهور وطفل عمره 2 ونص، رح يتمون ويعيشوا بلا أب ويعيشوا حياة صعبة. مقتل الناشط الإعلامي حسين خطاب في مدينة الباب ريف حلب الشرقي. شبح الاغتيالات يخيم على مدينة الباب، فمحاولة الاغتيال هذه تأتي بعد أسابيع قليلة من مقتل الناشط الصحفي حسين خطاب بالطريقة ذاتها. نشطاء وصحفيون يدفعون حياتهم ثمنا للحقيقة لتنسب القضية ضد مجهول، أما الجناة الحقيقيون طلقاء يسلكون أقصر الطرق لتكميم الأفواه. نرحب معنا من مدينة الباب ببهاء الحلبي مراسل تلفزيون سوريا. أهلا وسهلا بك معنا بهاء، والحمد لله على سلامتك. تابعنا كيف جرت عملية اغتيالك. بداية، هل كانت لديك مخاوف في هذا الإطار؟ هل تلقيت أي تهديدات مسبقة؟ بداية الله يكرمك الجميع وشكرا على اهتمامكم. الحمد لله رب العالمين. التهديدات مجرد ما انه عم يصير في يعني قتل الصحفيين وحتى عمليات اغتيال في مدينه الباب، واكبر تهديد لعملنا كان في عده امور، كان في عده اشياء صارت من 10 ايام حتى عمليه الاغتيال حدثت يعني بشكل متتالي ومتكرر. هي كانت يعني تخليني تحسسني انه في شيء عم يقترب علي، يعني كان تحسسني انه في خطر عم يتوجه اتجاهي. كثير امور، تهديدات بشكل مباشر من فترات طويله ما وصلتني، كثير تهديدات كانت تطل من 3 سنين و4 سنين. طيب بهاء، برايك تستمع الي بهاء؟ نعم، هل تستمع الي؟ أنا أسمعك بشكل جيد. برأيك ما هو الدافع يعني من خلف محاولة الاغتيال هذا، وهل تشك بجهة معينة دون سواها؟ المشكلة مدينة الباب يعني صارت ساحة لعمليات القتل والتفجيرات، يعني عم تقتل، والقتل في مدينة الباب متعددة، منها بعبوات ناشفة ومنها باغتيال، ومنها بالإضافة كمان للسيارات الرخصة. يعني ما ممكن تشك بجهة معينة، لأنه الجهات اللي عم تشتغل هي كثيرة عديدة، التنظيمات اللي عم تشتغل متعددة كثير، فلكان أمني واضح، فقدان أمني كثير كبير في مدينة الباب. الوضع كثير سيء في مدينة الباب، مو من هلأ، من كثير فترات طويلة يعني عم تعيش المدينة نكسات وعم تشهد
ضحايا في أعداد كبيرة، سواء بعمليات اغتيال مباشرة أو حتى بفخاخات ضمن الأسواق وضمن التجمعات طيب أيضا. بعد محاولة الاغتيال هذا، هل اتخذت أي إجراءات معينة؟ هل اتصلت بجهات خاصة؟ هل بوشرت تحقيقات؟ من يقود هذه التحقيقات؟ كيف تجري هذه الجهود لتعقب أثر المجرمين؟ التحقيقات بدأت في لحظة عملية الاغتيال، محاولة الاغتيال الفاشلة. كثير جهات، سواء الشرطة سواء قوات الأمن الموجودة في مدينة الباب، عم يتعقبوا حول الموضوع. بس خلال التجارب السابقة، يعني للأسف العمليات بهذا النوع لحد الآن الجهات الأمنية ما عم تصرح أي تطور بهذا الملف. لماذا؟ يعني يعني طالما هل لديكم تفسير لذلك؟ لماذا هذا العجز؟ ربما يعني العجز واضح طبيعي، طالما أعداد حتى بهذا النوع عم تزداد فالعجز واضح. ممكن ما حصلوا أي معلومات إضافية، أو ممكن عم يتحفظوا عنها لأنه يصلوا لمرحلة ربما تساعدهم على نشر هي المعلومات. طبعا يعني في نقطة، هذا النوع من الاغتيال كان كل فترة 20 يوم، كل فترة شهر. هي للمرة الأولى عملية اغتيالي كانت بعد 3 أيام فقط من اغتيال طه النعساني، هو مدني في مدينة الباب. يعني كانت العملية ومحاولة اغتيالي كانت مفاجئة جدا للحدث اللي صار في مدينة الباب. والحمد لله رب العالمين، لطف رب العالمين أنجاني من موت محقق. الطلقات اللي لفتني كلها طيب باتجاه من يؤمن لك الحماية اليوم؟ هل تشعر بالخوف؟ يعني نجوت هذه المرة ونتمنى ألا تتكرر هذه الجريمة، هذه الحادثة، ولكن اليوم هل ألا تشعر بالخوف؟ يعني ربما قد تعاد الكرة، إلى من يمكن اللجوء؟ ربما اللجوء إلى مناطق خارج سوريا. طالما وجودنا في هذا المكان يعني الخطر دائم، طالما ما زلت في سوريا الخطر دائم ومستمر. ربما الحماية تكون يعني بساعات بأيام، ولكن الحماية الدائمة صعبة جدا لطالما أن الوضع الأمني صعب جدا. أستاذ الصراحة، طالما أقدامنا ما زالت في سوريا يعني الخطر مستمر. وحتى الآن يعني الآن إصابتي حتى يعني نعم أدت طبعا يعني أعاقتني حتى وتعبتني. نتمنى لك السلامة ولجميع الصحفيين والنشطاء في شمال سوريا. أشكرك جزيل الشكر من مدينة الباب بهاء الحلبي مراسل تلفزيون سوريا، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر. والآن نعود إلى رويدة تتابع معكم ما تبقى من ملفات هذه النشرة. إليك رويدة. شكرا جزيلا لك نادين، ونحن نضم صوتنا بالفعل لك نتضامن. صوتنا نعم، نتمنى له السلام. شكرا. شكرا.